ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عصام؟ ازيك يا عصام؟ عامل ايه؟ النهارده هنفرق بين القيمة المكانية وقيمة الرقم. النهارده هنفرق بين القيمة المكانية وقيمة الايه؟ تعالى اقرا لي يا عصام. يلا، الرقم ده اسمه ايه يا عصام؟ 37. هو حط علامة على مين يا عصام؟ الثلاثة. طيب، وهو اما يسألني كده يقول لي قيمة الرقم دي عربي ولا حساب؟ حساب. طب نحط مين هنا يا عصام؟ التلاتة. اكتبها يا عصام. يلا، التلاتة. التلاتة دي قدامها رقم ولا رقمين يا عصام؟ واحد. رقم واحد. طب نشيله ونحط بداله ايه؟ ست. عشان يبقى الرقم كله كام انت كتبته؟ 30. حط يا عصام، شاطر. عليك يا عصام. ممتاز يا عصام. طب لما نروح الخانة التانية، القيمة المكانية يا عصام، القيمة المكانية عربي ولا حساب؟ عربي. برافو يا عصام. طب مين اللي حط عليها خط دي اسمها ايه؟ ثلاثة. في خانة الايه؟ العشرات. طب تعرف تكتب عشرات؟ اكتبها لي بخط كبير وحلو كده. ممتاز يا عصام، كله سقف لعصام.